يعني كان اتفضل اتفضل اتفضل. عايز اخدك لبداياتك يا بدر، بداياتك ابتديت فين كرة القدم، ومين اللي شجعك في الاول، وامتى ظهرت الموهبة عندك برضه؟ انا من الاول خالص يعني بحب الكورة عشان بابا طبعا يعني ربنا يخليه ليا وما يحرمني منه ابدا. حاطط في دماغي كورة من وانا عيل صغير يعني. رحنا في الاول اول نادي رحناه كان انبي، رحت في انبي كنت بلعب مدافع. بعد كده قعدت مثلا حوالي سنة سنتين في انبي وكنتش بلعب خالص الصراحة، يعني اللي هو كنت قاعد بره مدافع ما لقيتش، مش فاكر ان انا لقيت ماتشات خالص. بعد كده رحت على الجونة قلبت من مدافع لمهاجم. وبقى فترتي طلعت في الجونة مين يعني اللي غير طلعت لك مع الجونة. المركز؟ مين اللي غير لك مركزك من مدافع لمهاجم؟ وما شاء الله انت كمان بتمتاز بالنواحي الجسمانيه والبدنيه، ووالدك يعني هو اللي قال لك بلاش مدافع، احنا زهقنا بقى من المدافعين، وانا لعبت ياما حياتي، خليك قدام المهاجمين بياخدوا فلوس اكتر. بياخدوا فلوس اكتر. لا لا هو بابا طبعا كان ليه دور كبير جدا في تغيير المركز ده، يعني قال لي انت جسمك ينفع مهاجم، مفيش مهاجمين بيبقوا طوال وبتعرف تلعب بدماغك كويس كويس. وجسمك كويس وكل حاجه. بس كان في مدرب اسمه كابتن محمود صلاح. كابتن محمود صلاح ده هو اللي غيرني من مدافع لمهاجم مع فترة تدريب معاه كانت طويلة جدا يعني. والصراحة كان الفترة اللي غيرت حياتي كلها الفترة التدريب معاه دي. كنت قال لي يا ابني انت تنفع مهاجم وانا واثق فيك ان انت تبقى مهاجم مصر الاول ان شاء الله في اللي جاي. ان شاء الله. وبس لعبنا، دخلنا لعبنا بقى في البطولات وبتاع والحمد لله ربنا وفقني كمهاجم. ان شاء الله. انت مواليد 2003 يا بدر؟ لا 2004. 2004، ما شاء الله اصغر كمان. كان في كنت اتمنى تنضم لجيل منتخب 2003 بتاع كابتن محمود جابر، لكن ان شاء الله يعني طبعا تنضم لمنتخب مصر الاول بقى قريبا. امالك يا رب وطموحاتك ان شاء الله. اللي تتمناها ان شاء الله من رحله الاحتراف الحاليه دلوقتي في اسبانيا؟ ان انا العب في لا ليجا طبعا، ان انا العب مع فريق كبير في لا ليجا، ان بينافس في اوروبا، ان انا اكمل في اوروبا طبعا ان شاء الله. يعني انا هدفي العب على طول مع لا ليجا ان شاء الله توصل لكل ان شاء الله. امالك وكل طموحاتك يا بدر. والحلقه الجايه بقى انا استضيفك وانت بتلعب في اكبر الانديه في اسبانيا، وكمان نبارك لك وانت ان شاء الله منضم لمنتخب مصر الاول كمان. ربنا يخليك يا كابتن اسامه، شكرا. نشكرك يا بدر، شكرا جزيلا، ونتمنى لك كل التوفيق. بدر اسلام الشاطر، واحد من المواهب اللي احنا اتكلمنا عليهم من زمان في برنامج الاشبال، ودلوقتي ما شاء الله في رحله احترافيه ان شاء الله بنتمنى له فيها النجاح ويكون اضافه للكره المصريه.